البلجيكية القادة الأوروبيين، فالإضراب العام الذي شهدته بلجيكا والذي صعب مهمة وصول القادة الأوروبيين إلى مقر اجتماعهم بسبب إضراب جزء من عمال المطارات يعتبر إنذارا للسلطات الأوروبية بضرورة وضع حد للإجراءات التقشفية وانتهاج سياسات تخدم مصالح أغلبية المواطنين، إنذار على بعد شهر من تحرك للنقابات على المستوى الأوروبي هذه المرة ضد السياسات الليبرالية. السياسات المتبعة في بلجيكا هي نتيجة قرارات أوروبية. هذا الإضراب رسالة للاتحاد الأوروبي، مفادها أن الخروج من الأزمة سيتم عبر تعزيز الانتعاش الاقتصادي وليس التقشف. أتفهم تنظيم هذا الإضراب في بلجيكا، فأنا أعتبر هذه الطريقة في تركيز الحكومات فقط على التقشف غير مقبولة، لأن حل مشكل الديون السيادية يحتاج إلى النمو، وبالتالي إلى سياسة تمويل من أجل النمو. لهذا نحن بحاجة إلى ضريبة على المضاربات المالية. تحرك وجد له صدى داخل القمة الأوروبية، وإن كان عبر الإعلان فقط عن إجراءات مستقبلية لتعزيز النمو والتشغيل. قمة خصصت للاتفاق على الصيغة النهائية للمعاهدة الأوروبية الجديدة التي تشدد قواعد الموازنة في الدول الأعضاء وتسمح بفرض عقوبات على الدول التي لا تحترمها، وسيتم اعتماد المعاهدة رسميا في مارس أذار المقبل من قبل 25 دولة من أصل 27 لتدخل حيز التنفيذ بداية السنة القادمة. المعاهدة توفر المزيد من المسؤولية ومراقبة أفضل، فكل بلد سيوقع عليها عليه أن يعتمد في تشريعاته الخاصة القواعد الرئيسية للمعاهدة. كما اعتمد القادة الأوروبيون الآلية الأوروبية للاستقرار، صندوق إنقاذ دائم تصل طاقته الاقتراضية إلى 500 مليار يورو لدعم دول منطقة اليورو.